بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء 31/1/2024 الساعة 11:15. تدريب تنشيطي من 60 كيلومتر أرضي، 50 كيلومتر، 50-55 كيلومتر هوائي. وهذا التدريب التنشيطي للحاق بالأخوة في نادي أبو ظبي سباقات الحمام الزاجل، والسباق الرسمي من مسافة من منطقة قرن العيش، أعتقد أنها هي في 170 كيلو. وإن شاء الله يكون الحمام في أهبة الاستعداد. للأسف أن الرياح في وجه الحمام شمالية شرقية، ولكن هذه الصعاب للحمام لازم يتعود عليها ويتفوق عليها إذا كان يستمر معنا في الانتاج في السباقات المستقبلية. والمسافة مثل ما قلنا 50-55 كيلومتر هوائي، ليس بالشيء الكبير عليهم، خصوصا ان بعض من الحمام هذا في حدود 5 أو 4 راجعين من 300 كيلو، سباق 300 كيلو، فالامر بالنسبة لهم بسيط. وان شاء الله ان يكون بداية موفقة للسباق الثاني إن شاء الله ب300 كيلومتر بعد أعتقد أسبوعين. درجة الحرارة اليوم 29، مثل ما قلنا في هواء بين الخفيف والمتوسط من الجهة الشمالية الشرقية، بيمثل تحدي للحمام. إن شاء الله أن يكون الحمام جاهز له كامل صحة الحمد لله، والفيتامينات والجداول مستلمة من الأخوة، مقترح من الأخوة في البرشة لوفت، مشكورين. وإن شاء الله أن يكون الحمام في المستوى المطلوب للسباق. نعطي الحمام بس فترة بسيطة للاستراحة لحد موعد الإطلاق في أعطينا الحمام الوقت الكافي للاستراحة وتحديد الاتجاهات، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والانطلاق. 6-8-9 ما بدينا، الحمد لله درجة حرارة 29، بعض العوائق اللي هي نارة الشوارع، ارتفاع جيد 9، المفروض يكون 10. للأسف العاشر تعلم الهروب من الخروج من السبوتنيك، وهذه علامة غير جيدة، ولكن إن شاء الله المرات الجاية، مع أنه هو من الحمام اللي راجع من سباق السلع 300 كيلو، فلذلك احنا مركزين عليه علشان يكون في السباقات القادمة مستعد استعداد جيد. لكن للأسف متمرد ويهرب، بالإضافة للثانية الحمام اللي كان كامب ما تعرف تطلع، بس هي ما ترجع للوفت، ما ترجع للجهاز البنزك، وإنما اللفتات الأخرى. طبعا هي باين أنها أنثى وجاهزة للتزاوج، فلذلك هي ظاهر أنها شافت الذكور في اللفت الثاني، بدأت بالرجوع لللفت القديم بدلا من جهاز الدخول من طريق جهاز البنزينج واللفت. ثم قلنا بعض الحمام لازم نصبر، ولازم نلقى حل لخروج الحمام من اللوفت، خروج من السبوتنيك. سبوتنيك على زاويه 45 عرض 10 سنتي، المفروض ان هو ما يكون كافي للحمام للطيران، وخاصه ان القاعده في حدود 60 سنتي، يعني 60 سنتي بين الحمام وبين الفتحه، فلذلك صعب على الحمام انه يطلع يعني.
النفس، ولكن للأسف أنه اكتشفت أن بعض الحمام من الذكاء يعني أنه يقفز ويخرج من الفتحة. هو البطل اللي عرف هذا، ويا رب بس أنه ما يتعلم بعض الحمام الآخر منه الخروج. والثاني هذه مثل ما قلنا يعني احتمال كبير دوري جار كامب انها احنا نزوجها، لانه ما في فايدة انك انت تسابق فيها وما ترجع للوفت البنزين، يعني تنتظر لما تدخل اللوفت الثاني ومن اللوفت الثاني تشيلها وتضرب على الجهاز. اول مرتبة لازم تكون متواجد في حال دخول هاللوفت ولازم تضربها في الجهاز. فلذلك بنشوف ان شاء الله السباق هذا القادم اذا تواجدت طبعا ورجعت، ولا الثاني اللي هو بنضطر ان احنا نحبسه حبس الانفرادي لحين السباق ونشوف كيف الترتيب. ويرجع يدخل اللوفت وياكل ويشرب وبعدها يخرج من فتحة السبوتنيك. اختفى عنا الحمام، هو ان شاء الله نكون في الطريق ان شاء الله، ان خلال نصف ساعة القادمة الى الساعة القادمة ان شاء الله يكون في اللوفت. يوم جميل اليوم واحنا في ربوع الضفرة الجميلة، هو يوم جميل. اتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله، اتمنى انكم تكونون استفدتوا من التدريب، والى لقاءات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.